لامس سعر صفيحة البنزين 20,000 ليرة، فهل تنخفض تعرفة النقل العام للركاب؟ سؤال توجهنا به إلى الشارع وطرحناه على عدد من سائقي سيارات الأجرة، هل يقبلون أن يتقاضوا 1500 ليرة عن الراكب الواحد بدلا من 2000 ليرة؟ نحن منا الشوفرية سوريين، نحن شوفرية لبنانية، مين بيدفع لنا أجار؟ مين بيتعاملنا عيالنا؟ كان ب20 كنا ناخد 2000 وبعده ب2000، صار ب37 ضلينا ناخد 2000. بوقف الشغل أنا تلقائيا لأنه هيك ما عم متوفي معنا. إن شاء الله ما يعملوا دل 2000. أما رؤساء النقابات فيؤكدون أنه وفي حال وصل سعر صفيحة البنزين إلى 20,000 فهناك استعداد لخفض التعرفة، ولكن ما وقفت على المحروقات، وقفت على المواد الغذائية، وقفت على المدارس، وقفت على الجامعات، الغلاء المعيشي والضمان الاجتماعي. نحن مع التخفيض التعريفي، ولكن على الدولة تطبيق القانون العمل اللبناني بحذافيره على جميع الأراضي اللبنانية، وتوقيف السيارات الخصوصية والسيارات المزورة والسائقين الأجانب وخاصة السوريين منهم الذين يعملون على تاكسي وميباص وأوتوبيس وشحن وسهريج. لا يخفى على أحد وجود 4 اتحادات لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان، بعضهم دعي إلى اجتماع منذ أيام مع وزير النقل لمناقشة موضوع التعرفة. هؤلاء أيضا قد يقبلون التخفيض ولكن بشروطهم. دفعت زيادة رسوم للمدارس بعنوان أنه والله ارتفعت كلفة نقل، بدك تدفع إلى للباص او للاوتوبيس لانه عم ياخذ لك اولادك ويجيب لك اياهم. طيب ما شفنا وزير التربيه تحرك بهالموضوع، ما شفنا وزير الاقتصاد تحرك بموضوع المولدات، ما شفنا وزاره الاقتصاد تحركت بموضوع الاسعار الاخرى، مواد غذائيه واستهلاكيه وغيرها. يعني بعد شهر انا جاهز نفس بخفض التسعيره، ولكن مقابلها بدي اشوف الاجراءات اللي انعملت بالقطاعات الاخرى. واذا ما في تخفيض بالقطاعات الاخرى انتم منكم مستعدين تخفضوا؟ انا مجبور اضغط على السائق العمومي. الموقف واحد إذن بين النقابيين. هناك اجتماع آخر سيعقده بعضهم الاثنين المقبل مع وزير النقل، فهل يلعبون دورا عماليا نقابيا ويضغطون على الوزارات المعنية باتجاه تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات المتأثرة بأسعار النفط؟ إذا ما نجحوا سيكونون بذلك وفروا على جيوب المواطنين من جهة، وأعادوا للحركة النقابية فعاليتها من جهة أخرى.